السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا متابعي جديد أحوال الطقس. إليكم هذه النشرة الجوية الخاصة لأحوال طقس الجزائر اليوم الخميس 29 من شهر أوت 2019. إذا نتوقع بحول الله تعالى وقوته كما نشاهد معكم على الخريطة، أجواء ستكون غائمة بحول الله تعالى في الفترة الصباحية على المناطق الغربية وبعض المناطق الوسطى بحول الله تعالى، هذه الغيوم لكن دون فعالية. أجواء أيضا غائمة من حين لآخر على المناطق الشرقية الداخلية ناحية الأوراس والمناطق أيضا الساحلية بحول الله تعالى، أين قد تعطي بعض الأمطار على ولايات عنابة وولاية الطرف. أجواء أيضا ستكون غائمة من حين إلى آخر على شمال الصحراء والواحات، أقصى الجنوب أيضا ناحية مراسة وولاية إليزي بالإضافة إلى ولاية أدرار. أجواء غائمة على المناطق الجنوبية الغربية ناحية النعامة بشار ولاية تندوف، التندوف قد تشهد بعض الأمطار المعتبرة بحول الله تعالى في الفترة الصباحية إن شاء الله. أذكر متابعينا الكرام بحول الله تعالى ما بعد الظهيرة بحول الله ستكون الأجواء أيضا غائمة على المناطق الغربية والمناطق الوسطى بالإضافة إلى المناطق الشرقية، قد تعطي بعض الأمطار الغزيرة خاصة على ولاية بشار وولاية النعامة بحول الله تعالى إلى غاية الليل. هذه الأمطار ستزداد قوة على المناطق الجنوبية الغربية وبعض المناطق الغربية الداخلية خاصة على جنوب ولاية نمسان، جنوب ولاية الصعيدة، جنوب ولاية سيدي بلعباس إلى غاية تقريبا جنوب ولاية تيارت. أيضا الأمطار ستكون حاضرة على ولاية بشار ولاية النعامة بالإضافة إلى الأغواط وولاية البيض، قد تشهد أيضا أمطار معتبرة بالإضافة إلى ولاية غردايا بحول الله تعالى. باقي المناطق ستكون غائمة بحول الله تعالى من حين إلى آخر إلى غاية الفترة الليلية بحول الله تعالى. المناطق الجنوبية شمال الصحراء والواحات أيضا أجواء غائمة من حين إلى آخر، أجواء تقريبا ممطرة على أقصى الجنوب ناحية مراسة ولاية أدرار، أمطار ستكون غزيرة بالإضافة إلى المناطق ولاية تندوف بحول الله تعالى. نمر معكم إلى درجات الحرارة بحول الله تعالى اليوم الخميس 29 من شهر أوت، حيث ستكون مرتفعة نسبيا مقارنة باليوم السابق بحول الله تعالى، أين قد تصل إلى 44 درجة على ولاية أدرار وولاية أيضا غردايا. أيضا أجواء تقريبا شبه منعشة بحول الله تعالى على ولاية بشار، قد تصل إلى 30-32 درجة، أيضا 39 درجة على مناطق تقرت بالإضافة إلى ولاية وادي سوف ولاية ورقلة، 35 درجة على ولاية بسكرة، 30 درجة على ولاية جلفة والمسيلة، 27 درجة على قسنطينة قالمة سوق هراس، أيضا تقريبا 26 إلى 25 درجة على الأوراس ولاية باتنا، أيضا خنشلة ولاية تبسة بالإضافة إلى ولاية أم البواقي ولاية ميلا سطيف برج برج نسجل 26 درجة مع جزائر العاصمة. أيضا المناطق الغربية الساحلية سنسجل 29 درجة على وهران عين تيوشنة مستغانم بالإضافة إلى ولاية الشلف عين دفلة، تقريبا 31 درجة على غليزان بالإضافة إلى معسكر ولاية السعيدة سيدي بلعباس، أيضا ولاية تيار تسم سيلت تقريبا ما بين 33 درجة على ولاية نعام الأغواط وولاية البيض، ولاية بسكر أيضا سنسجل بحول الله تعالى 35 درجة. نمر معكم متابعينا الكرام إلى الرياح، ستكون قوية نسبيا على المناطق الغربية الساحلية بحول الله تعالى، وأيضا بعض الرياح قد تصل إلى 10 كيلومتر على ولاية أدرار وولاية تندوف. البحر سيكون هادئ وجميل على المناطق الغربية والوسطى بحول الله تعالى، سيكون مضطرب والراية الحمراء على المناطق الغربية. كل السلامة نتمناها للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.